طيب الله وأوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من فضائية إريتريا معكم فيها شهاب الرأي والمستهل بأهم وأبرز العناوين. بيان مشترك لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان. صيانة الطريق سجنيتي سنعفي. برنامج الادخار والقروض المصقرة يعقد اجتماعا في بارنتو. أمريكا تنشر نظام تسار الصاروخي الدفاعي في إسرائيل. هواوي تعتزم مقاضاة الحكومة الأمريكية. وقتلى ودمار بعد اجتياح العصير لولايتي جورجيا وألاباما الأمريكيتين. مرحبا بكم. التقى كل من رئيس إريتريا سيد سياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا دكتور أبي أحمد ورئيس جنوب السودان سيد سيلفا كير ميرديد في جوبا أمس، وبعد بحث من العلاقات والتنسيق الإقليمي خرجوا ببيان مشترك. التفاصيل في سياق التقرير التالي والزميل أمير عثمان. أصدرت إريتريا وجمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية وجمهورية جنوب السودان بيانا مشتركا عن أهمية العمل المشترك لإحلال السلام في جمهورية جنوب السودان والعمل بموقف منسق في القضايا الإقليمية والدولية. وقد صدر البيان المشترك الذي يحوي 4 نقاط عقب لقاء الرئيس سياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد ورئيس جمهورية جنوب السودان سالفا كير مياردت في 4 مارس بمدينة جوبا. وبحث الرؤساء في اللقاء أهمية التنسيق الإقليمي وعقد لقاءات على المستوى وزارة الخارجية والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ البرامج المشتركة، واتفقوا على العمل لتحقيق التنسيق الاقتصادي الإقليمي وتكامل الموارد. وقال وزير خارجية جنوب السودان السيد نيال دينغ نيال في تصريح لأرينا بشأن مباحثات الرؤساء الثلاثة والقضايا المتفق عليها، وأن المباحثات تركزت أساسا في قضيتين وهي عملية السلام في جنوب السودان والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وأن الخطوات الشجعة والجهود المستمرة التي يقوم بها الرئيس سياس أفورقي ورئيس الوزراء أبي أحمد تخدم وتدفع في هذا الاتجاه. هناك قضيتان تم التباحث حولها. القضية الأولى تتعلق بمسيرة السلام في جنوب السودان، وكما تعلم يا أخي أن السلام في جنوب السودان كانت من صنعة جنوب السودان وأشقاء جنوب السودان في منظومة الإيجاد، ولقد لعبت إيجاد دورا بارزا في إحداث هذا السلام. ولذلك تطرق الحديث إلى بحث كيفية دعم مسيرة السلام، علما بأن هنالك بعض الأطراف كانت قد شاركت في عملية التفاوض ولكنها في النهاية لم توقع على هذا الاتفاق. فهنالك مساعي جارية لإقناع هؤلاء للانضمام إلى ركب السلام، هذا من جهة. من جهة أخرى برضو تطرق الحديث إلى مسألة التكامل الاقتصادي في المنطقة عموما وخاصة بين الدول الثلاث جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا، وخاصة أن الآن يعني الأجواء أصبحت ملائمة أو مواتية لمثل هذا العمل في التطبيع الذي تم بين إثيوبيا وإريتريا والذي أدى إلى أجواء السلام والوئام في المنطقة برمتها، بالإضافة لعملة السلام في جنوب السودان، خلقت يعني جوا جديدا وجوا طيبا لمثل للبدء في عملية التنمية. فهذا من الموضوعات التي نوقشت، وستتم التبادل الآراء، مزيد من تبادل الآراء في هذه المسائل، وسوف تكلف أيضا الجهات المعنية في البلدان الثلاثة وعلى رأسهم وزراء الخارجية لوضع البرامج ووضع التصور لكيفية المضي قدما في إنذال هذه المشروعات إلى أرض الواقع. وكان في استقبال الرئيس سياس أفورقي ورئيس وزراء إثيوبيا دكتور أبي أحمد لدى وصولهما جوبا قبل ظهر الأمس الرئيس سالفا كير مياردت بمراسم الشلف الرسمية المصحوبة باستقبال شعبي وبرنامج فني.
ويرافق الرئيس سياسة فرقي ورئيس وزراء إثيوبيا دكتور أبي أحمد في الزيارة. من جانب إريتريا كل من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يمانة جبراب، ومن جانب الإثيوبي وزير خارجية إثيوبيا الدكتور ورك أنيا جابيو، وقائد هيئة أركان الجيش الإثيوبي الجنرال سعر مكونن، ومدير الأمن الجنرال آدم محمد. وعاد الرئيس إسياس فرقي إلى البلاد مساء أمس مختتما زيارته لجمهورية جنوب السودان استغرقت يوما واحدا. أفاد عمال شركة أسبيكو للإنشاءات بأن أعمال صيانة طريق سجنيتي عدقية صنعفي تسير جيدا. وأوضح المشرف على العمل المهندس سليمان عبدو ببناء جدار حماية في الطريق بين سجنيتي وعدقيح وتوسعة الطريق. وقال المهندس سليمان عبدو إن المرحلة الأولى من الصيانة التي بدأت في شهر يوليو الماضي شملت بناء جدار حماية في مواقع مختلفة إلى جانب صيانة الطرق المنجرفة بسيول. وتضمنت المرحلة الثانية بناء جدار حماية بطول 25 كيلومتر من عدقيح إلى صنعفي وتوسعة الطريق من 7 مترات إلى 20 مترا. وأشار المهندس سليمان عبدو بأن العمل يجري بوتيرة متسارعة لإنجازه في أسرع وقت لأهميته الاستراتيجية الحدودية. وقد نظم سكان عدقيح مأدبة قضاء يومي 23 من فبراير والثاني من مارس للعاملين في الطريق وأعضاء شركة أسبيكو. أعلن برنامج الادخار والقروض المستقرة في الاجتماع الذي عقده في مدينة بارونتو أن البرنامج يسهم في عمل المواطنين في مختلف المجالات بالقروض التي يحصلون عليها وتحسين حياتهم المعيشية. وبحث الاجتماع الذي شارك فيه المدراء وممثلي البرنامج في المديريات وشركاء العمل بحث تغييرات العمل الجارية كل عام وانتشار القروض وتحديات إعادة القروض وقضايا أخرى. وأوضح الاجتماع بأن التحدي الأكبر هو التأخير في إعادة القرض مما يتطلب العمل المشترك مع مدراء الضواحي والقرى لتحسين فرص الإعادة. وأشار الاجتماع إلى أن القروض الأكبر تقدم في إقليم الجاش باركا على مستوى البلاد مما يعكس الاهتمام بالزراعة وتربية الماشية. وقال مدير البرنامج بالإنابة السيد تافلا أسمروم إن البرنامج وسع نشاطه في الانتشار والقدرات المالية في السنوات 23 الماضية، حيث قام بتقديم قروض عام 2018 بحوالي 155 مليون نقفة ورفع البنوك الريفية من 664 إلى 702 بنك، مشيرا إلى أن حوالي 45% من القروض تقدم في المجال الزراعي. وأوضح حاكم إقليم الجاش بركة السيد فسهية هيلي أن عدم إعادة القروض يؤثر سلبا على أنشطة برنامج الإدخار والقروض المسقرة واستفادة المواطنين من القروض لتحسين حياتهم المعيشية، داعيا المقترضين لإعادة الدين المستحق في أوانه. تلقى جامعة المكتبات والمعلومات دعما هو عبارة عن 20 جهاز كمبيوتر وسيرفر واحد لمكتبة معسكر أوغت. وأشاد الأستاذ قبرون قوس برهاني من جامعة المكتبات بمجتمع أوغت لاتخاذهم مبادرة إقامة المكتبة داعين الشباب والطلاب للاستفادة الجيدة من المكتبة التي انتقلت حاليا إلى المجال الرقمي. من جانبه أشار رئيس جامعة المكتبات والمعلومات السيد كوفلوم ميكائيل إلى أهمية المكتبات في تنمية القراءة والمعرفة. هذا وقد تأسست مكتبة أوغت الكائنة في مديرية قجرت بأسمرة عام 2009. مشاهدونا فاصل ثم الأنباء على الصعيد العالمي. قال مسؤولون عسكريون أمريكيون وإسرائيليون يوم أمس الاثنين إن الجيش الأمريكي نشر أكثر نظمه للدفاع الجوي الصاروخي تقدما في إسرائيل للمرة الأولى. وقالت متحدثة باسم القيادة الأمريكية في أوروبا إن نشر نظام ساد الذي بدأ في مارس استهدف اختبار قدرة الجيش الأمريكي على النشر السريع لمثل تلك الأسلحة في أنحاء العالم. وقال الجيش الأمريكي إن قرار النقل السريع لنظام ساد إلى إسرائيل قصد به إظهار التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم أمن إسرائيل الإقليمي. ورحب رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بوصول النظام ساد باعتبار ذلك إشارة على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل. تأتي هذه الخطوة وسط توتر متزايد بين إسرائيل وإيران بسبب حملة القصف الإسرائيلية في سوريا وتصريحات وزير الخارجية الإيراني التي قال فيها إنه لا يمكنه استبعاد إمكانية نشوب صراع عسكري بين الدولتين.
قال مصدر مطلع لرويترز إن شركة معدات الاتصالات الصينية هواوي تنوي الإعلان عن دعوى قضائية بحق حكومة الولايات المتحدة تتعلق بقانون دفاعي. وقال المصدر إن هواوي تذهب للإعلان عن مقاضاة الحكومة الأمريكية أمام محكمة في تكساس بالطعن على التعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني جرت المصادقة عليه في العام الماضي. وقانون تفويض الدفاع الوطني الجديد الذي تقول بكين إنه يستهدف الصين يقيد عقود الحكومة الأمريكية مع شركات صينية بما فيها هواوي ويعزز دور لجنة الإشراف على عروض الاستثمار الأجنبي. وستكون مثل هذه الخطوة هي أحدث حلقة في سلسلة إجراءات تتخذها الشركة الصينية ردا على سعي واشنطن لإقناع الحلفاء بحظر التعامل مع هواوي بدعوى وجود مخاطر تجسس. ونفت هواوي هذه المزاعم مرارا. قالت السلطات الأمريكية إن ما لا يقل عن 26 شخصا بعضهم أطفال قد لغوا حتفهم بعد اجتياح عدد من العاصرة القوية ولايتي جورجيا وألاباما. وأفاد شهود عيان بأن حجم الدمار كبير وغير مسبوق وعدد القتلى مرشحا للارتفاع، وخاصة أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عملها في إزالة أنقاض المنازل المهدمة. وقد قضى عمال الطوارئ ليلة صعبة في انتشار القتلى والمصابين من تحت أنقاض المنازل والمباني في المقاطعة التي تضم مدينة أوبرن كبرى مدن الولاية. وقالت ميرديس ستون المتحدثة باسم شركة جورجيا باور إن العواصف اقتلعت أشجار ودمرت منازل في ولاية جورجيا المجاورة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 21 ألف مشترك. واستنادا إلى خدمات الإرصاد الجوية الأمريكية، فإن الأعصار الذي ضرب مقاطعة لي كان من نوع EF4، ما يعني أنه كان مصحوبا برياح تراوحت قوتها بين 218 و266 كيلومترا في الساعة. عرضت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا مذيعة روبوت للأخبار وهي تقرأ خبرا عن وصول مندوبين إلى بكين للمشاركة في اجتماع برلماني سنوي. وتشبه المذيعة الجديدة الإنسان وتحاكي تعبيرات الوجه والتصرفات الطبيعية. وعبر تقنية الذكاء الاصطناعي ظهرت المذيعة الآلية شين شاو مينغ بشعر قصير وهي ترتدي ثوبا وردي اللون وقرطين في تسجيل مصور مدته دقيقة واحدة بثته شينخوا. وجاء تقديم المذيعة الجديدة بعد تطوير شينخوا بالتعاون مع شركة سوجو لأول مذيع بتقنية الذكاء الاصطناعي. وتسعى الصين لتعزيز براعتها في مجال الذكاء الاصطناعي لتشمل قطاعات منها معدات المراقبة والسيارات ذات القيادة. سون نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.